أقامت رئاسة الجمهورية مراسم عزاء رسمي في فقيد الأمة السودانية المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب الذي توفي في الرياض أمس الخميس. حيث تلقى رئيس الجمهورية عمر البشير التعازي من كبار المسؤولين بالدولة وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم من قادة العمل السياسي والتنفيذي في السودان، كما تلقى التعازي من علماء المسلمين ورجال الدين المسيحي الذين أبدوا بالغ تعازيهم للسودانيين وللأمة الإسلامية والعربية والإفريقية في فقيد البلاد الراحل المشير سوار الذهب. شيع المئات اليوم المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب إلى مقابر البقيع بالمدينة المنورة، حيث أوري أثر وشارك في تشييع المشير سوار الذهب وفد رسمي برئاسة نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبير. وحضر مراسم التشييع سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة. وكانت رئاسة الجمهورية احتسبت المشير سوار الذهب وأعلنت أن رئيس الجمهورية عمر البشير سيتلقى التعازي في فقيد البلاد مساء اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم. انفردت الشروق بتصريحات خاصة من أسرة الراحل المشير محمد حسن سوار الذهب. ومن داخل سرادق العزاء ببيته بالخرطوم أعرب أفراد من أسرة الراحل عن شكرهم وامتنانهم للشعب السوداني قاطبة وللأمة العربية والإسلامية لمواساتهم في هذا الفقد، معددين بعض من مآثره في المجالات السياسية والاجتماعية والدعوية. إن شهادة هؤلاء كلهم حول هذا الرجل هي تكفينا، وما حدث اليوم وما رأيناه من تشييع وما وصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما لمسناه في مساجد الخرطوم وفي غير الخرطوم وفي كثير من العواصم، وهم ينعون الفقيد ويصلون عليه صلاة الغائب ويقولون مآثره، فلم نجد شعوبا وقبائل وأمما قد اتفقت على شخص رجل واحد إلا على المرحوم عبد الرحمن محمد سوار، وإن كانت شهادتنا فيه مجروحة. كان هو حريص على أن يكون الاستقرار السياسي هو من أهم مكونات الأمة السودانية، عشان كده هو سعى للتعاون مع الإنقاذ، حكومة الإنقاذ، في كل ما يقود إلى السلام والتنمية والاستقرار وتأمين حياة المواطن بشكل عام. كان من المتعارف نحن كضباط الرق هنالك في مطعم أو كافتيريا في القيادة العامة بتمنحنا إحنا ضباط الرك وجبة الإفطار بالمجان، ولبقية ضباط فروع القيادة بمبالغ رمزية تكاد تكون، ونحن والإخوة في هيئة الركن اللي هو رئيس الأركان ونواب وكذا، فكنا بنمنح وجبة الإفطار مجانا. والله وأقول والله على ما أقول شهيد، ما شهدت يوما عبد الرحمن طلب من هذا المطعم وجبة، إنما كان يأتي من منزله يحمل ساندويتشا في شنطته، ولما نحين وقت الفطور الجرايد بتجي من الصباح برضو، أظن إن جريدتين أو ثلاثة، بيكون قاعدات في الترابيزة بيجي المراصة وبيخد الجرايد، فما رأيته يوم هو جالس في ترابيزة العمل يقرأ في جريدة. مواصلته ما كان أي دعوة تجيه من أهله أو غير أهله كان يواصل الناس في هذه المسألة. ده باختصار الترفع على يعني على قمة وجوده في المواقع الاجتماعية والسياسية والاجتماعية، ما كان يترفع أبدا عن 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 عن, عن, عن الناس. أما عبادته فكان رجل يقيم الليل، يعني نسأل ربنا يتقبله، ما كنا بنقوله في حياته في مواته الآن نقوله. وكان زاهد يكفي عنه زهدا أنه ترك السلطة
عنده جواب عن والدنا، الصورة بتاعت الجواب الثانية عندي، بيقول لوالدنا فوقه أنه نحن استلمنا السلطة ووعدنا الناس نسلمها لهم بعد عام. ومباشرة لتغطية مراسم عزاء الفقيد المشير سوار الذهب معي من الخرطوم مدثر محمد أحمد مراسل قناة الشروق. مرحبا بك مدثر، وأرجو أن تنقل لنا بعض من هذه المراسم التي أقيمت للفقيد في قاعة الصداقة. نعم، كما تابعتم قبل قليل، فقد انتهت قبل قليل مراسم العزاء في فقيد البلاد الرئيس الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، حيث تلقى رئيس الجمهورية ونائبه الأول وتلقوا العزاء من السادة المساعدين الرئيس والوزراء ووزراء الدولة وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم، وكذلك تلقوا العزاء من الشخصيات الوطنية ورؤساء الأحزاب المختلفة والشخصيات العامة والمواطنين بالخرطوم في فقيد البلاد الذي رحل بالأمس عن هذه الدنيا. بكل تأكيد مراسم العزاء أو تلقي العزاء الرسمي للدولة جاءت بكل أطياف المجتمع السوداني، حيث يعد الفقيد من الرموز الوطنية البارزة على المستوى، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. نعم مدثر، يعني أيضا لو نتعرف على أبرز الشخصيات التي حضرت إلى قاعة الصداقة لهذا العزاء الرسمي الذي أقيم لفقيد البلاد، أبرز الشخصيات التي حضرت، ونحن نعرف أنه الفقيد هو من قادة العمل الإسلامي. نعم مدثر، إن كنت تسمعني سألتك عن أبرز الشخصيات التي حضرت لقاعة الصداقة لحضور هذا التشييع أو إقامة المراسم عفوا الرسمية في قاعة الصداقة لفقيد البلاد. نعم، كما ذكرت فقد أبرز الشخصيات هي بكل تأكيد الشخصيات الرسمية في الدولة، بدءا بالنائب الأول لرئيس الجمهورية وكذلك المساعدين، مساعد الرئيس وكذلك الوزراء ووزراء الدولة والشخصيات الرسمية. كذلك شاركت في هذه المراسم أيضا قيادات القوات المسلحة وقيادات قوات الشرطة والأجهزة النظامية، جهاز الأمن الوطني، وكذلك الشخصيات من رؤساء الأحزاب ورجالات الطرق الصوفية وكذلك رجال الدين بكافة مشاربهم وكذلك رجال الدين المسيحي شاركوا في هذه المراسم. أيضا كان على من ضمن الذين أدوا واجب العزاء كذلك السفراء المعتمدون بالخرطوم وكذلك رؤساء الأحزاب السياسية ورموز المجتمع السوداني من الإعلاميين والفنانين والمثقفين والمفكرين والأدباء، كلهم أيضا بكل أطياف المجتمع السوداني كانت حضورا في هذه المراسم. كذلك من المسؤولين من السابقين الذين تقلدوا مناصب في الدولة أيضا جاءوا وتقدموا بالعزاء للسيد رئيس الجمهورية والنائب الأول. بكل تأكيد الفقيد من الذين يشار لهم بالبنان، وهو فقد كل الأمة السودانية، حيث شهدت مساجد الخرطوم هذا اليوم بخطب الجمعة أيضا صلاة الغائب على فقيد البلاد، حيث شهدت معظم المساجد في الولاية في العاصمة الخرطوم وكذلك في الولايات المختلفة أدوا صلاة الغائب لروح الراحل الفقيد المشير عبد الرحمن سوار الذهب، باعتباره رمزا وطنيا ساميا وكبيرا فقدته. نعم. الأمة وفقده السودان وكذلك فقدته الأمة العربية والإسلامية. نعم. والإفريقية أيضا مدثر، يعني كان الراحل من الرموز الكبيرة في العالم المعاصر. نعم مدثر، أيضا هنالك إجماع على شخصية الفقيد، يعني كيف لمستم ذلك من خلال هذه المراسم،
وايضا من ابرز الشخصيات الحضور من المعزيين، يعني حضور في هذه المراسم من خارج البلاد، ونحن نعلم وكما ذكرت انت انه هو فقيد البلاد لديه بصمه، وايضا من قاده العمل الدعوي عموما في العالم الاسلامي. نعم مدسر، سألتك هنالك إجماع على شخصية الفقيد، يعني كيف لمستم ذلك من خلال هذه المراسم، وأيضا إذا كان هنالك شخصيات من خارج السودان موجودة داخل هذه المراسم من قادة العمل الإسلامي عموما، والفقيد كان له بصمة في هذا المجال. يبدو أن مدثر لم يكن يسمعني. عموما نشكر لك مدثر، ونعود من جديد لمواصلة ما تبقى من أخبار في هذا العرض.